قول حلو عاد، ايش دعوه؟ دزوا بالتويتر قولوا الحلو عموما او بالواتساب. ترى الواتساب تغير يا جماعه، انتم ما زلتوا تدزون على الواتساب القديم لديد 5041 9939. الرجاء اللي بيدز اي تقرير على 5041 9939 نرجع على المحور. اي والله اسم التقرير اعطونا عين الله يعبليسهم. المهم التقرير اللي جاي اعزائي المشاهدين اليوم، ضاحي الخلفان يقول ان دولة الامارات اندشت على قضية الابتكار والابداع والتطور التكنولوجي ل 2030 ما ادري 2000. طبعا اقول ان انتم 2030 احنا 2060. احنا بالكويت تجاوزنا 100 سنه مخططاتنا التنمويه، احنا تجاوزنا خلصنا يعني. توكوا تفكروا ب 2030، الله الله يهديك يا اخوي ضاحي. الامارات تفكر بالابداع وحكومه، لا لا احنا خلصنا، احنا طفنا تجاوزنا كل شيء، احنا 2400 2600 رحنا طفنا. شوفوا فكر ضاحي الخلفان وفكر بعض الوزراء عندنا، والتعليق ابي رايكم انتوا 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 اللي قاعد تطالعون وتتعشون تشربون شاي، ابيكم انتوا 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 تعلقون، وابي رايكم من خلال الواتساب والانستغرام راح اقراه بعد هالتقرير، رايكم بهالتقرير. شوفوا بين الرؤيه لدى دوله الامارات والرؤيه لدى الحكومه الكويتيه، الله يطول بعمرهم ويخلي. عطني التقرير. رؤية الإمارات 2021 تقوم على بناء اقتصاد تنافسي بقيادة أبنائها الذين يتميزون بالمعرفة والإبداع. ولهذا أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق استراتيجية وطنية سميت الاستراتيجية الوطنية للابتكار. تهدف هذه الاستراتيجية لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً. بعبارة أخرى أن 77% من المشاريع المدرجة في الميزانية خارج خطة التنمية، ومع الأسف احنا لم نرى المعيار الواضح اللي على ضوءه وعلى أساسه يوضع هذا المشروع ضمن خطة التنمية وهذا المشروع خارج خطة التنمية. صار لنا 3 سنين قاعد ندرسها. 3 سنين ندرسها، احنا ندرسها، احنا ندرسها، احنا قاعد ندرسها. اي ما اوكي، انا حاط عيني على البنت الفلانية هذه عمرها 13 سنة، انا انطرها تصير 21 سنة عشان اخطبها. على الخليفة البغدادي ما قالها. معودين ما نبي مجلس، ما نبي بلوط، لا عجبنا بس. يا صغر الفرح في قلبي ويا كبر الألم والآه، تغرب في زمن هالناس وزود ظلمها بألواح. يا صغر الفرح.